السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل الخير، بكل التميز، بكل السعادة والألق المستمر. نحييكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة، تغطية أبوظبي للإعلام بين جنبات مركز أبوظبي الوطني للمعارض، فعالية جديدة مهمة على خريطة النفط والغاز على مستوى العالم. نحييكم في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أدبك 2018، هذا المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يحتوي على العديد وتنظمه تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنك خلال الفترة من 12 وحتى 15 من نوفمبر الجاري. إذا نحن معكم في هذه التغطية لمجريات هذا المؤتمر والذي يستمر لمدة 4 أيام، ونحن معكم في هذه التغطية المباشرة. صباحكم سعيد، أهلا ومرحبا بكم. إذا نحن معكم في هذه التغطية، سوف يكون معنا الزملاء في هذه التغطية الزميل حامد رعاب والزميل مكتوم محمد اللي راح يتواجدوا بين جنبات هذا المؤتمر. حامد رعاب صباح الخير. صباح النور، أهلا في هذا المعرض والمؤتمر الدولي العالمي والذي يتخذ من أبوظبي مقرا له في هذه الفترة، والذي يعد واحد من أكبر المعارض والمؤتمرات العالمية في مجال النفط والغاز في العاصمة أبوظبي. أيضا ويانا زميلنا مكتوم محمد، صباح الخير أخوي مكتوم. صباح النور زميلي حامد، وبالفعل نحن اليوم متواجدين هنا في اليوم الأول لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أدبك 2018، وفي أحد زوايا هذا المعرض حيث تتواجد الأجنحة الوطنية والأجنحة الدولية جنبا إلى جنب، والتي تزداد عاما بعد عام. حامد، إذن مكتوم محمد زميلي حامد رعاب، نعد مشاهدينا الكرام كل من يتابعنا بإذن الله بتغطية متميزة ونوعية من الآن وحتى 12 مساء بإذن الله تعالى. إذن دعونا أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد المرزوقي، مدير وحدة التطوير في دائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنك. أخوي محمد صباح الخير. صباح نور سرور أخوي حامد. الله يسلم. قبل النقاش وياك ونستاذنك أخوي محمد ومشاهدين الكرام، دعونا نتعرف على هذا المؤتمر الذي انطلق منذ العام 1984. تاريخ هذا المؤتمر، أبرز الموضوعات المطروحة وجديد هذه النسخة مع الزميل حامد رعاب. أهلا بكم مشاهدينا، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تنطلق الدورة 21 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أدبك 2018، وذلك في الفترة من 12 إلى 15 من نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك. ويعد الحدث هذا الأبرز والأهم في مجال النفط والغاز على مستوى العالم. بلغة الأرقام نتعرف على هذا المعرض العالمي، هناك أكثر من 2200 شركة عالمية تشارك من أكثر من 53 دولة في العاصمة أبوظبي، والحضور المتوقع لهذا المعرض والمؤتمر أكثر من 110,000 شخص. كذلك المعرض يمتد على مساحة تفوق 155,000 متر مربع، من أيضا هناك مساحات داخلية وخارجية وأيضا المنصة البحرية. هناك أكثر من 27 ما يقارب 27 شركة نفط وطنية تشارك في هذا المعرض جنبا إلى جنب مع الشركات العالمية التي تتواجد، وعددها 15 شركة عالمية للنفط والغاز متواجدة. أيضا في هذا المعرض والمؤتمر العالمي هناك 29 جناح للدول المشاركة في المعرض. كما يضم هذا المعرض والمؤتمر جلسات حوارية ونقاشات يصل عددها إلى ما يزيد على 161 جلسة، وهناك متحدثين في هذه الجلسات والورش أكثر من 980 خبير عالمي متحدث ومختص في هذا المعرض. وكذلك يتوقع أن يكون هناك وفد زائر للمؤتمر يفوق عدده عن 10,000
و400 وفد زائر لهذا المؤتمر. وأيضا ستركز نسخة هذا العام مشاهدينا على التكنولوجيا الرقمية في قطاع النفط وقطاع الطاقة بشكل عام. وأيضا هناك سيكون برنامج لجوائز أديبك 2018 للشركات النفط والغاز وبرنامج الشباب وغيرها من الفعاليات المصاحبة لهذا المعرض، معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2018. إذن نحن نتحدث مشاهدينا الكرام عن الدورة 21 والتي انطلقت منذ العام 1984. كبرى الشركات العالمية تترقب انطلاق هذه الدورة، تترقب إذا أردنا نتحدث بالأرقام أكثر من 18 دولة من كبار المسؤولين والوزراء والرؤساء التنفيذيين لأبرز الشركات العالمية المتخصصة في النفط والغاز. نحن نتحدث عن أكبر وأكثر من 80 من كبار قادة الشركات التنفيذيين على مستوى العالم، الكل يجتمع، الكل يترقب هذا المؤتمر هنا في العاصمة أبوظبي. أعود إلى ضيفي الأستاذ محمد المرزوقي، مدير وحدة التطوير في دائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج أدنوك. أخوي محمد، نحن في ضيافتكم اليوم أدنوك، تنظم مؤتمر كبير على مستوى العالم، نتحدث عن هذا المؤتمر، ماذا يعني لكم في البداية؟ مؤتمر أديبك من انطلاقته في عام 1984 كان ولا زال يشكل منصة لتبادل التحديات والفرص التي تساهم في صناعة النفط والغاز. كان يعتبر معرض لعرض التقنيات والأدوات التي تخص مجال النفط والغاز، وقد توسع هذا المعرض الآن ليشمل منصات استراتيجية للحوار في مجال النفط والغاز. أنا ما أبا نعدي كثير عن عام 1984، أبا أركز بس بشكل سريع لها. كيف كانت المشاركة أخوي محمد في تلك الفترة من مختلف دول العالم في تلك النسخة الأولى؟ في النسخة الأولى إن لم تخني الذاكرة كانت في الانتر كونتيننتال هوتيل، في فندق انتر كونتيننتال أبوظبي، معرض جدا بسيط كان مركز كثير على الأشياء التقنية، الناس تعرض بعض الأشياء التقنية، وأدنوك كانت دائما وأبدا يعني متواصلة وحريصة أنها تكمل هذا المعرض إلى أكبر وأكبر، إلى ما نشوفه إلى وضع الحالي الحين اللي يغطي يعني مجالات كبيرة في قطاع النفط والغاز. حجم المشاركة من تلك الفترة إلى نسختنا الحالية، كيف يمكن تقييم هذه المشاركات من مختلف دول العالم وتطورها إلى يومنا هذا؟ نعم، مثل ما قلت كانت المشاركة هي عبارة عن مشاركة فنية، فالناس تيجي وتعرض بعض المشاركات الفنية، الدراسات اللي صارت. المعرض بدأ بهذا الأساس، بهذه الفكرة، والآن نتكلم عن ولا زلنا نحتفظ بالجانب التقني والفني، وهو طبعا توسع بشكل كبير. الآن صار أيضا في هذا المعرض الحوار والنقاشات، عقود استراتيجية، مذكرات تفاهم ما بين الشركات والعالمية. توسع المعرض إلى أبعد من المجال الفني المعتاد للمعارض البترولية العادية. إذن اليوم نحن نتحدث عن الدورة 21 في 2018، أبرز المواضيع المطروحة، على ماذا يركز المؤتمر، ماذا تريد الشركات العالمية من قدومها إلى أبوظبي برأيك؟ أعتقد أدنوك سوف تستغل هذا المعرض لتأكيد استراتيجيتها التي أعلنت قبل فترة، وهي استراتيجية النمو الذكي 2030، والتي تتمركز على ثلاثة أربعة محاور. المحور الأول هي تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج. المحور الثاني تحقيق الاكتفاء
الذاتي من الغاز. المحور الثالث هي زيادة إنتاج البتروكيماويات والتكرير. إذا أردت أن أتحدث عن مشاركتكم كادنوك، أنتم المنظمون بلا شك، ولكن لديكم مشاركة بين جنبات هذه النسخة، أبرز الأمور اللي قاعدين تركزون عليها؟ أعتقد المحاور اللي هي مثل ما قلنا إنتاج النفط والغاز وتحقيق ربحية أعلى في إنتاج النفط والغاز، الكفاءة والحرص على زيادة كفاءة العمل والكفاءة التشغيلية، وأيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وكيف نقدر نطور إنتاج الغاز. أعتقد هذه أبرز المحاور التي تركز عليها. أيضا أدنوك تمضي قدما مع سياسة الدولة في مجال الذكاء الرقمي و اللي هي الديجيتاليزيشن، وايضا الدوله تركز على هذه، وادبك ركزت ايضا على هذا الموضوع. قبل انطلاق المؤتمر وبالامس تحديدا كانت هناك اتفاقيه بين ادنوك وتوتال الفرنسيه، حسب المعلومات اتفاقيه امتياز لحقل غير تقليدي. ابى اتعرف على هالاتفاقيه وشو المقصود بحقل غير تقليدي. طبعا مثل ما انت عارف اخوي حامد، عندنا احنا مصادر تقليديه كثيره، والحمد لله الدوله لها كثير من المصادر التقليديه، لكن في الفتره الاخيره ايضا الأبحاث والدراسات أشارت إلى وجود مصادر غير تقليدية كبيرة من النفط والغاز. الاتفاقية الأخيرة اللي حدثت أمس وأعلن عنها أمس تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وهي عبارة عن إنتاج غاز غير تقليدي. ومنقول غير تقليدي، المكامن المنتجة تكون صعبة، تكون الصخور تايت، صعبة الإنتاج، وتستخدم تقنيات أصعب من المصادر التقليدية لي إنتاجها. ووجود شراكة استراتيجية مع توتال، أعتقد هذه تأكيد على حرص أدنوك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز كأحد استراتيجيات أدنوك في أجندتها. أتوقع بين دور التكنولوجيا كثير مهم أخوي محمد في المرحلة القادمة لتطوير النفط والغاز. يعني ماذا تمثل لكم هذه الخطوة، تركيزكم أيضا على التكنولوجيا بشكل أكبر، سواء في الحقول وأيضا إنتاج النفط والغاز بالنسبة لإمارة أبوظبي بشكل خاص؟ إذا نبي نخفض سعر تكلفة برميل النفط، وإذا نبي نطلع النفط بتكلفة أو بسعر منافس في السوق العالمية، التكنولوجيا واستخدامها في مختلف أشكالها شيء لا بد منه، وليس التكنولوجيا العادية ولكن التكنولوجيا أيضا المتطورة. والحمد لله أدنوك لديها كثير من الشركات الأجنبية والعالمية من شرق وغرب العالم التي سوف تساعد أدنوك في تطوير هذه التكنولوجيا واستخدامها في حقولنا المنتجة. طبعا الكل يعرف الاستثمارات القادمة وأيضا رأس المال اللي راح يضخ بشكل مباشر على العديد من القطاعات، ونتمنى لكم بإذن الله تعالى التطوير والتميز، ودوما تكون شركة رائدة على مستوى العالم، رقم واحد على مستوى العالم، ريادية على مستوى العالم. بالتوفيق لأدنوك. شكرا. كل الشكر والتقدير أخوي محمد المرزوقي، مدير وحدة التطوير في دائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك. شكرا جزيلا. شكرا أخوي حامد. شكرا جزيلا. إذن نتحدث عن فوائد اقتصادية كبيرة جدا غير مباشرة لإمارات أبوظبي من خلال الحدث العالمي أدبك، الذي أصبح بلا شك مشاهدين الكرام فعالية سنوية اعتبارا من العام 2013 بعد أن بدأ مسيرته في العام 1986. دعونا نقترب أكثر من أدبك وتاريخه وأبرز الفعاليات من خلال هذا التقرير. المنصة التي يجتمع تحت مظلتها خبراء النفط والغاز في المنطقة للتواصل فيما بينهم، كانت بدايته من اكتشاف الأفكار الجديدة ومناقشة القضايا الرئيسة للقطاع. وعلى مر السنين نما ذلك المعرض الذي كان يسمى بمؤتمر الإمارات لتكنولوجيا البترول بوتيرة متزايدة على صعيد المكانة والأهمية والحجم، حتى بات واحدا من أكبر ثلاث فعاليات في قطاع الطاقة العالمي، وواحدا من أكبر معارض قطاع النفط والغاز في العالم.
22 مايو 1984 استمر فندق الانتركونتيننتال أبو ظبي في استضافة دورات عدة لاحقة للمؤتمر وذلك كل عامين، وجرت فعالياته وقتها فقط بتنظيم من أدنوك وجمعية مهندسي البترول فرع الإمارات. خضع اسم المؤتمر وشعاره وشكله للعديد من المتغيرات والمعطيات والتي كانت تتوالى بالتوازي مع المتغيرات في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وأيضا مع قطاع صناعة النفط والغاز في المنطقة وتحديات قطاع الطاقة العالمي. وفي إبريل من العام 1986 انطلق المؤتمر في دورته الثانية بتعديل بسيط في اسمه الرسمي، والذي تغير إلى مؤتمر أبوظبي البترولي الثاني، لتليها الدورة الثالثة من المؤتمر بالمزيد من المتغيرات. وشهد المؤتمر إضافة جديدة في اسمه الرسمي بإضافة كلمة معرض ليصبح مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي الثالث، إلا أن الدورة الرابعة منه شكلت نقطة تحول مهمة في توجه المؤتمر، حيث انعقد في يونيو من العام 1990 مرسخا مكانة أدنوك وأبوظبي في قطاع النفط والغاز. وعلى مر سنة بدأت قطاعات حيوية في دوراته المتلاحقة لتعطيها زخما وتقدما لمكانة المؤتمر والمعرض المرافق، إضافة إلى زيادة المساحة المقام عليها وارتفاع عدد الشركات المشاركة. وفي أكتوبر من العام 1994 تم اعتماد المؤتمر ليكون حدثا دوليا، كما عرف بمؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول أديبك، وأصبح منصة عالمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها تمكين الخبراء والمختصين في قطاع النفط العالمي من تبادل المعلومات والأفكار التي تساهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة في العالم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وقبل أن نذهب والكل يترقب حفل افتتاح وقائع مؤتمر أديبك 2018، دعونا نرحب بضيفي في هذه اللحظات الأستاذ سالم بن عاشور المهري، مدير عام والممثل التنفيذي لشركة بي بي أبوظبي. صباح الخير أخوي سالم. صباح النور. الله يسلمك. حياكم الله وشكرا على الاستضافة. الله يسلمك. اليوم نتحدث عن 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 مؤتمر كبير جدا يترقبه العالم والشركات العالمية، ماذا يمثل برأيك أديبك 2018 لدولة الإمارات بشكل خاص؟ والله أديبك أصبح المنصة الأكبر عالميا لتجمع أصحاب الطاقة أو العاملين على الطاقة، من شركات، من مستثمرين، من أيضا شركات عاملة في الحقول، من تطوير، من تكنولوجيا. أصبح منصة عالمية ويمكن الأكبر عالميا، فهذا مردوده كجذب العقول وجذب الاستثمارات بالنسبة للإمارات كبير جدا. فهذه رؤية واضحة للوالد المؤسس الشيخ زايد وأيضا صاحب السمو الشيخ خليفة إلى نقلة نوعية في قطاع الطاقة في الإمارات. أستاذ سالم، الجانب الآخر اللي إذا أردت أن أتحدث عن الشركات، الشركات الممثلة لقطاع النفط والغاز، الشركات العالمية المتواجدة في دولة الإمارات، يعني ماذا تمثل هذه الشركات وأيضا مكانة الإمارات وأبوظبي فيما يختص بالنفط والغاز عالميا؟ الإمارات تعتبر وأبوظبي بالأخص تعتبر في قلب هذه الشركات. بالنسبة للشركة اللي أنا أمثلها في الإمارات وهي شركة بي بي، طبعا لنا تاريخ قديم في الإمارات، من كمل 75 سنة تقريبا في الإمارات من بدايات نهضة النفط أو استكشاف النفط، ولكن تجددت أيضا بنوع جديد، بتكنولوجيا حديثة، بأهداف جديدة تعكس الرؤية للقيادة في الإمارات وفي أبوظبي على النقلة النوعية بالنسبة لأدنوك. نحن طبعا شركاء في
أدنوك البرية وأيضا أدنوك LNG أو الغاز المسال. هذه الشراكات اللي موجودة في الإمارات أيضا أبو ظبي تملك حصة لا بأس بها في شركة BP، فالعلاقة أصبحت استراتيجية طويلة واستراتيجية في نفس الوقت. فأبو ظبي تعتبر منصة مثل ما قلنا مثل أدبك، ولكن أيضا التطور اللي حصل في أدنوك أصبح مثال بالنسبة للشركات الوطنية بكيفية النقلات النوعية ومتابعة التطور بالنسبة للتكنولوجيا، بالنسبة لبناء الإنسان، وأيضا بالنسبة لبناء قطاع الطاقة بأفكار حديثة بشباب قادرين على تحمل المسؤولية، نظرة مستقبلية بعيدة المدى، متابعة الأسواق العالمية وتأثيراتها وتقليل التأثير السلبي وبناء على التأثير الإيجابي أكبر بالنسبة لأدنوك حاليا. كونك ممثل BP في أبو ظبي، يعني أوراق العمل المطروحة، الموضوعات المطروحة، أبرز المواضيع المطروحة، كيف تنظر لها وأهميتها في هذا التوقيت اللي نمر فيه، سواء المنطقة بشكل عام والتحديات فيما يختص بالنفط والغاز؟ أعتقد من أفضل الأوراق هي تطور التكنولوجيا اللي حاصل، مثل اسمح لي بالإنجليزي، أنا أعرف أن الارتفيشال انتليجنس مثلا وتأثيره على قطاع الطاقة، كيفية استغلال التكنولوجيا الحديثة والبيج ديتا مثلا، حيث أنه يكون عامل مساعد لتقليل التكاليف، ولكن أيضا لتطوير الحقول بطريقة أفضل، بطريقة مبدعة وحديثة. هذه من الأوراق المهمة جدا لجميع يعني شركات أو المستثمرين في قطاع الطاقة عالميا وليس فقط في المنطقة. بعيدا عن المؤتمر، أكثر شيء لفت انتباهك بين جنبات المعرض المصاحب أدبك 2018؟ عدد مثلا رؤساء الشركات اللي حابين أنهم يكونوا موجودين في والعقول اللي موجودة في أدبك وطرحها والطريقة في طرح بعض المواضيع الحديثة في كيفية تطور الشركات وتغييرها لخدمة قطاع الطاقة مستقبلية. أستاذ سالم راح تبقى ويانا، استاذنك للحظات لنتعرف معكم مشاهدينا الكرام على أرقام وإحصائيات سريعة عن أدبك 2018. مشاهدينا الكرام، يبدو بأن الحفل سوف يبدأ بعد لحظات. أتقدم بكل شكر إلى الأستاذ سالم بن عاشور المهري، مدير عام والممثل التنفيذي لشركة BP أبو ظبي. شكرا جزيلا لك أستاذ سالم. شكرا، شكرا على الاستضافة. إذن إلى القاعة الرئيسية وحفل افتتاح أدبك 2018.
العالمية من مختلف دول العالم. نحن نتحدث عن أكثر من 18 مسؤول من 18 دولة من 80 من كبار الرؤساء بمجال النفط والغاز. دولة الإمارات تقود هذا الحراك الثقافي، هذا الحراك الإيجابي، هذا الحراك في التوجهات الضخمة التي تؤثر على مجريات النفط والغاز والشركات العالمية. دعونا نقترب أكثر من وقائع هذا المؤتمر، فإلى هناك. والسعادة، السيدات والسادة، يرجى تكرم بالوقوف للسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. Your Excellencies, ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of the United Arab Emirates. Your Highness, Your Excellencies, distinguished guests, Assalamu alaikum and welcome to ADIPEC 2018. My name is Sara Zahri and I am a part of ADNOC's Group Strategy Department. At 28 years old, I literally have the world in my pocket. My world has no boundaries. In fact, it is connected, exhilarating, a place that is full of potential and excitement. Our world has changed drastically over the past decades. The year I was born, the European Union accounted for 30% of the world's economy. Today, it is only 21%. The superpowers of today and the ones of tomorrow will impact us economically and socially. Countries like India and China, which we may have overlooked in the past, have grown drastically over the past 25 years. There are a lot of discussions around the fourth industrial revolution and digital disruption, but I, as a digital native, feel comfortable and embrace these changes. Robots and IoT devices will allow us to grow efficiently. Artificial intelligence will enable us to analyze data faster and make better decisions. Quantum computing will lead to even better AI development. Yes, this world of exponential technological advances, of shifting paradigms, may be perceived as scary, to some extent uncertain, but it is a world that is full of opportunities for those who dare to seize them. Our nation, the United Arab Emirates, utilized its hydrocarbon resources to accelerate its growth and has leapfrogged many older nations to become a modern and sophisticated economy in less than 50 years. Those who dare to venture experience the greatest rewards, and it is technology
that will further facilitate this change. Our mission here in the UAE is to embrace change, challenge the status quo, and become the best we can be. We've utilized our hydrocarbon resources. It has been the backbone of our economy. And now, we look forward to the future. A future where energy and technology will collide to create value for our people and the world. No, I'm not worried about our future. And disruption is not a negative. Our ambitious 2071 strategy, which ADNOC follows proudly, requires us to equip ourselves with tools, knowledge, and skills we need to succeed in a world that will look quite different from the times of today. Let us all unite, embrace change, and seize the day. Thank you, and welcome to ADIPAC. And now, ladies and gentlemen, please welcome John Defterios, Emerging Markets Editor and Anchor for CNN Business. Well, that's a good way to get us started, I would think, a snapshot into the future. His Highness Sheikh Hamed, it's terrific to see you in person. Great to have you on board. Over 20 ministers coming in and out of ADIPEC 2018, along with CEOs from around the globe. It's a great pleasure to be here and commend both ADIPEC and ADNEC for building such an excellent program around one of the premier global exhibitions. In fact, it is the largest oil and gas exhibition around the world. A special thanks to His Excellency Dr. Sultan Al-Jaber for the invitation to chair the opening session. I'm greatly appreciative of that. I would not classify myself as the best golfer, but there's a saying in Scotland where I played once in the spring, that you get all four seasons in a single 18-hole round. A little bit of sunshine, rain, hailstorms, and incredible winds. I think it's a fitting analogy for the energy sector over the last 3 years. The second half of 2015, a sizable correction down to a low of $30 a barrel in early 2016, which prompted a monumental, and I would even suggest, a historical response by OPEC and non-OPEC players, the OPEC plus group of nations to rebalance the market. No one can question the outcome. Prices today are more than double the levels witnessed just 2.5 years ago. But as the saying goes, it's not mission accomplished, both for the near-term market rebalance of supply and demand, and contending with two dynamic factors in the global economy. As Sarah was suggesting, the fourth industrial revolution, and what many describe as the great energy transition that will widen the basket of energy options for decades to come. ثورة عظيمة للعقود القادمة التي تأتي وقد رأينا في السنة الماضية أن 1.8 تريليون دولار من الاستثمارات في حقول الطاقة والغاز وقطاع الطاقة على العموم وهنا في أبو ظبي هناك اهتمام كبير في التغيير يشمل ما يلي توحيد 16 وحدة في تحت مظلة واحدة بكفاءة قصوى وقسم لتقديم الكفاءة العالية وتوسيع الشركات وامتيازات النفط والغاز والعقود مع الشرق والغرب والاندفاع المكثف لأن لدينا احتياطات كبيرة من البترول و استغلال الموارد على أعلى مستوى وقد قال صاحب السمو محمد زايد الذي قال أن البلد لن تخشى ذلك اليوم الذي نصدر فيه آخر برميل للنفط إذا قمنا بذلك بحكمة وسعى معالي الدكتور سلطان الجابر نرحب به في هذا المسرح معالي وزير النفط
الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Your Highness الشيخ حامد بن زايد عن سعادة الشيخ معالي الشيخ حامد بن زايد رئيس ديوان سمو وليد العهد أصحاب السعادة والمعالي سيدات والسادة gives me great pleasure. يسعدني أن أرحب بكم في معرض أبو ظبي أديبيك الذي يوفر منصة عالمية لقادة النفط والغاز لمناقشة أهم القضايا والتشارك في أهم الفرص في مشهد الطاقة المتطور. وهذه السنة تلاحظون أن أننا وسعنا أديبيك هنا في الحفل الافتتاحي وفي المؤتمر بشكل عام. وباختصار أديبيك سيحدد أجندة الطاقة العالمية ويضع أبو ظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مركز هذا القطاع. سيدات والسادة نحن في ذروة خطوة إلى الأمام في التقدم البشري، التقدم الناتج عن 50 سنة من النمو المتميز الاقتصادي. فكروا لحظة أننا في سنة 1970 60% من السكان العالم كانوا يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، أما اليوم فإن 9 من 10 لديهم شكل من أشكال الدخل الذي يمكن صرفه، وأكثر من نصف سكان العالم الآن من الطبقة الوسطى. وجوهريا الاقتصاد العالمي لا ينمو في المراكز التقليدية، وإنما الازدهار ينتشر في كل أنحاء العالم. هذه الأسس ستستمر في تحريك الاقتصاد العالمي، ومع معه سيزداد الطلب على الطاقة. هذه الطاقة التي ستأتي من الكثير من الموارد، ولكن لا تخطئوا أبدا أن قطاع الهيدروكربونات سيستمر في أداء دور أساسي في خليط متنوع. وفي سنة 2040 على الرغم من كثرة الحديث فإن استهلاك النفط سيرتفع 10 مليون برميل يوميا. الطلب على الغاز الطبيعي سينمو نحو 40%، والطلب على البتروكيماويات والبوليمرات سيشهد أيضا أقوى طلبا على الإطلاق فينمو نحو 60% إضافية. هذا النمو يخبرنا شيء واحد وأمر واحد فقط، إننا نحن في طليعة عصر جديد من الفرص لقطاعنا المهم. الابتكار الرقمي يحقق تقدم لا نظير له ويدخلنا إلى عصر نعرف ما نسميه اليوم الثورة الصناعية الرابعة. هذه الثورة الذي تحدث تحولا هائلا في منتجاتنا، وتمكن هذا التطور الهائل، ويجب أن تفكر قطاعنا بشكل مختلف وأن يخرج من نطاق الراحة الذي يقيم فيه. ونحن في أدنوك نقدم لهذه الرسالة اسما بسيطا، النفط والغاز 4.0. ونحن نعرف أننا لتحقيق هذه الرسالة علينا توسيع شراكاتنا وتطبيق أحدث التكنولوجيات واستثمار مواردنا. وفي السنتين والنصف الماضية نحن نقوم بذلك بالضبط، ونحن نجمع أعمالنا ونحدد هويتنا المتميزة ودخلنا السوق العالمية للمرة الأولى، وخفضنا تكاليفنا التشغيلية وكثفنا أداءنا وحققنا نتائج مالية لا نظير لها، وأطلقنا أول منصة لأعمال أدلوك
وفتحنا امتيازاتنا للشركاء الاستراتيجيين وقدمنا استدراج عروض لحقول جديدة وقمنا بتحول رقمي وأجرينا شراكة استراتيجية رقمية بين حفر أدنوك وتطوير الحقول وذلك هي بداية حقبة جديدة بأدنوك التقدمية. في الأسبوع الماضي مجلس النفط الأعلى أقر برنامج أدنوك الخمس الذي يزيد عن 100 مليار درهم، وأيضا أقر المجلس زيادة طاقة الإنتاج إلى 4 ملايين يوميا في سنة 2020 ونصل إلى طاقة 5 ملايين برميل في 2030، وللمرة الأولى أيضا سنصل إلى كميات ضخمة من الاحتياطات الغاز، وقد تمكنا من ذلك في التفكير خارج الصندوق والاستفادة من التكنولوجيا وإعادة تشكيل نموذجنا للأعمال. ونتيجة لذلك فقد تمكنا من فتح الصيغة التجارية التي تمكن دولة الإمارات من التوصل إلى الاكتفاء الذاتي والانتقال إلى مصدر صافي للغاز الطبيعي. وفيما ننطلق لتحقيق هذه الأهداف الطموحة فإننا نتقدم خطوات لم يخطوها أحد من قبل. في الأمس وقعنا اتفاق امتياز تاريخي مع توتال يحدد ولادة الغاز غير التقليدي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال هذا الأسبوع والأسابيع القادمة سنعلن عن سلسلة من الاتفاقات التي تستفيد من تاريخنا باعتبارنا مجود يعتمد عليه بالهيدروكربونات والغاز الطبيعي. سيداتي وسادتي، عندما يستد الطلب على المنتجات فإننا نتقدم إلى الأمام باستثمارات أكثر من 45 مليار دولار، ونحن نعزز منشآتنا في الرويس لبناء أكبر مجمع للبتروكيماويات في العالم. هذا التوسع سيمكن من إنشاء نظام بيئي يشترك فيه كل الشركاء في العالم ويستثمر وينمو إلى جانب أدنوك. أصحاب المعالي والسعادة والحضور الكرام، وفي جوهر النفط والغاز 4.0 حقيقة أساسية، مع أن التقدم في التكنولوجيا يؤثر على مستقبلنا علينا الآن أن نركز على كيفية تقدم على قطاعنا المهم جدا. وفي أدنوك نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة والبلوك تشين يمكن أن تعزز كفاءتنا التشغيلية وتعظم أدائنا وتدفع قابليتنا للربح وتمكن مواردنا الأهم أي الموارد البشرية. التحليل الإنتاجي سيقلل من تكاليفنا التشغيلية، والمركز القيادة الرقمي سيراقب ويقيس معلومات تصل إلى تيرابايت في كل أنحاء أعمالنا وعملياتنا، ومع ذلك نحن ما زلنا نحك
سطح، كيف يمكن أن تفتح لنا التكنولوجيا طاقتنا الكاملة؟ وطموحنا أن نوسع ذلك، أن نوسع القدرة على الوصول إلى سلسلة القيمة بأكملها، من منصات الحفر إلى منصات التوزيع. ونحن مصرون على جعل أدنوك الخيار للقوة العاملة العالية المهارة ومركز أفضل وألمع شباننا باستخدام التطوير الابتكار في كل ناحية من نواحي أعمالنا. أصحاب السعادة والمعالي والضيوف الكرام والسيدات والسادة، مضى زمن عندما كان قطاعنا يعتبر أنه يحدد تقدم كل القطاعات، وعلينا الآن أن نعترف بأننا نحاول اللحاق. نحن بحاجة إلى أن نضع أنفسنا مجددا في مركز قيادة الابتكار وإدخال قطاع الغاز والنفط إلى الثورة الصناعية الرابعة، ولا أشك بأننا باعتماد الغاز والطاقة 4.0 نحن لدينا القدرة والإرادة على القيام بذلك. وخلال تاريخ قطاعنا عندما نفكر في أننا وصلنا إلى حدود ما يمكن أن نصل إليه، تحدث اختراق جديد يحفزنا على التقدم إلى الأمام. وهذا وقت يجب أن نطلق فيه حدود أفكارنا وندفع حدود الشراكات ونتقدم إلى الأمام نحو مستقبل لامع ومتقدم. وشكرا لكم. شكرا. Excellent. Thank you, Dr. Sultan. شكرا دكتور سلطان. I was prepared for Dr. Sultan Al-Jaber to go long. كنت مستعد. أعتقد أن الدكتور سلطان سيتحدث قليلا، وهو عادة يتحدث 4 دقائق، لكنه تحدث 9 دقائق. ونحن في هذا الأسبوع نحتفي بذكرى 100 عام على الحرب العالمية الثانية. وينستون تشرشل قال أنه علينا ألا نستفيد من الأزمات المهمة، ولذلك فإن البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي نراهم يواجهون اليوم بعض التحديات بعد الحرب العالمية الثانية، لكن هذه المؤسسات تمكنت من البقاء بعد الحرب العالمية الثانية. وإذا جمعنا ذلك بما حصل في عام 2016 ومجموعة أوبك التي دعت الجهات الفاعلة الرئيسية للبلدان غير المشاركة في أوبك لتجتمع مع 14، ما أدى إلى الإعلان عن التعاون الذي نحن فيه اليوم. لقد استفدنا أكثر من 100%، وفي سنة 2016 كان لدينا 3 جهات فاعلة تعاونوا، وشاهدت أننا نحاول اليوم أن نحرص على استمرار هذا التعاون في سنة 2018. أرجو أن ترحبوا بمعالي سهيل المزروعي وزير الطاقة. His Excellency Khaled Al-Faleh, the Minister of Energy, Industry and Minerals of Saudi Arabia. معالي وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية. ومعالي محمد باركندو الأمين العام لأوبك. Good to see you. Thank you. Please. صباح الخير.
So we have 20 minutes together. We'll keep it nice. إذن لدينا 20 دقيقة معا. لن أحاول أن أطيلها إلى 45 دقيقة. هذه فرصة بمعنى أن هذه القطاع يتطلع إلى أين سنصل لاحقا، لأن لدينا أكتوبر مخيف حيث حصل تصحيح بنسبة 20%. هل نتطلب استجابة مباشرة في اجتماع ديسمبر لإعادة التوازن إلى السوق؟ وأنت بصفتك رئيسا لأوبك، ما الرسالة التي تريد أن ترسلها إلى سنة 2018 بسبب التصحيح الذي جرى في الأسبوع الماضي؟ أولا أود أن أرحب بالجميع، ويسعدني جدا أن أستضيفكم هنا في أبو ظبي، ولا سيما مع الوزراء، ونحن ممتنون لوجود أحد المعالم التي نصل بها إلى سنة 2019 في أبو ظبي، وأعتقد أن تحقيق ذلك يتطلب تغييرات في الاستراتيجية، ونحن ما زلنا ننظر في البيانات، لكننا نعيش في سوق نفطية متحركة وديناميكية، وليس علينا أن نفرط في رد الفعل عند حصول ذلك. لقد مررنا في سنة ونصف صعبة ومضطربة، وأعتقد أن مجموعة أوبك وغير دول أوبك قد توصلوا إلى اتفاق، لكن عندما لم يكن أحد يستطيع أن يعتقد أن ذلك يمكن التوصل إليه، لأن المرؤولة نعمل معا. وأنا أعتقد أن الاجتماع القادم سيكون مثيرا للاهتمام، والتحديات التي تواجهنا تتطلب منا إعادة التفكير في الاستراتيجيات، لكن الأسس موجودة، وأعتقد أننا ما زلنا بحاجة إلى التفكير على المدى القصير والمديين المتوسط والطويل. وقد سمعنا من الدكتور سلطان على المدى الطويل والمتوسط، وأيضا المملكة العربية السعودية والمنتجون الرئيسيون لديهم خطة لضمان الموارد في المستقبل، ولن نقوم بفرض تزويد السوق بالضبط إذا لم يكن السوق بحاجة إلى ذلك، ولم نفعل ذلك في الماضي ولن نقوم به في المستقبل. أعتقد أن ذلك مثيرا للاهتمام، ولكن أؤكد لك أننا عندما نلتقي في ديسمبر سنجد حلا للسوق، ويحرص على استقرار السوق، وأن تواصل هذه المجموعة العمل معا للتوصل إلى ذلك. حضرة وزير الفاتح، قلت في اجتماع أوبك مع دول غير أوبك بأن المملكة العربية السعودية أشارت إلى تخفيض نصف مليون برميل في اليوم من الإنتاج، أو سحب مليون برميل من النفط في اليوم. أرجو إيضاح موقف المملكة العربية السعودية. أشكر لك، ودعني أبدأ بإلقاء التحية على قيادة دولة الإمارات ممثلة بالشيخ حامد، ويسعدني أن أكون في أحد أهم القطاعات هذا القطاع، بقيادة الدكتور سهيل والدكتور سلطان الذين يجعلون أديبك من أهم الفعاليات. وذلك يرمز إلى أن دولة الإمارات عندما تعقد العزم على القيام بذلك فإنها تحقق ذلك. وقد شهدت نجاح أسبوع الاستدامة، وقد استمعت إلى الكلمة الرؤيوية للدكتور سلطان وأشكره، وذلك لا يساعد دولة الإمارات فحسب، وإنما يضع صناعة النفط على الطريق الصحيح. وأيضا لقد سعدت بما قالته سارة الشابة، وأعتقد أنه
with leaders of industry like بقادة القطاع مثل صديقي سهيل وسلطان وأيضا سارة. نحن نعرف أننا في مكان جيد وأننا نتوجه إلى مكان صحيح أيضا بتلك الرؤية الرؤيوية. وذلك الروح كانت معنا بالأمس أيضا بشأن إدارة السوق مهمة. ونحن لسنا نحاول تصحيح فقط سعر. وأنتم في الصباح كنتم تتحدثون عن تقلب الأسعار. Leads investment. لكن لا شك أن السعر يقود الاستثمار. Where the financial markets look. ويوجه السوق المالية أيضا. لكننا ما نقوم به كوزراء للنفط. In the conference. في المؤتمر في مؤتمر أوبك ومع الدول غير أوبك الزملاء عندما نلتقي خلال أسابيع في فيينا ونحاول استعراض وضع السوق. في اجتماع الوزراء 25 والنظر في الأسس ومحاولة إطلاق الإشارة بشأن الاتجاه. لا نستطيع تغيير الماضي. الاحتياط يبنى ونعتقد أن السوق استجابت لذلك ونعتقد أن الاتجاه ستتواصل في سنة 2019 وأن هناك إجماع لدى الدول 25 بأنها لن تسمح باستمرار ذلك. ونحن سنحاول أن نخفض المخزون لكي نصل إلى مرحلة الاستقرار. وبما أن الطلب والعرض متغيران فإن ذلك سيأخذنا إلى ممر ضيق وستستمر الاتجاهات على المدى القصير بشكل مستمر. لكن أن بما أعلنته عن الإجراء السعودي بأننا سنقوم بكل ما يمكننا القيام به لإبقاء المخزونات ضمن مجال معقول حول توازن العرض والطلب. وأعتقد أن السوق وقد قلت في الأسابيع الماضية كان هناك فرض استجابة لعدد من الأمور مثل الاضطرابات في ليبيا وكندا بما في ذلك خفض الإنتاج في الدول الأعضاء مثل فنزويلا والمكسيك. لكن في الوقت نفسه رد الفعل على إعلان العقوبات وذلك الخوف الذي جعل السوق تفرط في رد الفعل. وعندما تهدأ السوق بتوفير كل العرض وعندما تتحقق الأحجام الحقيقية فإن الأسعار ستتجه إلى الجانب الآخر. ونحن مهمتنا أن نضمن عن الاستقرار. لا نحن سنحاول أن نحقق ذلك لنوضح موقف المملكة أن هل المملكة ستخفض نصف مليون برميل في اليوم في ديسمبر وهل ستنتظرون لاتخاذ هذا؟ إذا سمحت لي المملكة العربية السعودية لا تتعامل بشكل اعتباطي. نحن نتحدث مع عملائنا وعندما يطلب زعملاؤنا البترول ونحن نقدم لهم 100% من طلباتهم. وفي ديسمبر عندما قدمت الواردات من روسيا ودولة الإمارات فإن العملاء توقفوا عن بناء المخزونات والطلب في ديسمبر انخفض بالنسبة لنا أكثر من نصف مليون برميل مقارنة مع نوفمبر. ونحن كنا سعداء بتخفيض الانتاج لأننا لا نريد أن تواصل المخزونات ارتفاعها. وقد شاهدنا أن ارتفاع المخزونات يثير قلقنا. وإشارتي بالأمس أننا سنصل إلى حالة من التوازن بين العرض والطلب وسنشهد
انخفاض المخزونات. وكمجموعة أين نقف وما هو الهدف الذي يحقق التوازن؟ أعتقد أنه إذا بقيت كل الأمور على حالها وأعتقد أن الأمور ستتغير، فإن التحليل التقني الذي شاهدناه في أوبك ولجنتنا التقنية التي تنظر في البيانات تخبرنا بأن هناك حاجة إلى خفض العرض عن حجم أكتوبر بما يصل إلى 1,000,000 برميل، لكن هناك افتراضات عديدة في هذه التوقعات وربما تتغير خلال 2 أو 3 أسابيع. بعض زملائنا يقولون دعونا ننتظر، هناك العديد من الافتراضات التي تقوم عليها هذه الأرقام، وأعتقد أن تلك نصيحة حكيمة وسنكون مرنون، ولكن الإجماع أن علينا أن نقوم بما يجب علينا القيام به لتحقيق التوازن، وإذا احتجنا إلى خفض الإنتاج 1,000,000 فسننقصه، وإذا احتجنا إلى زيادته فسنزيده، وقد زدنا الإنتاج أكثر من 1,000,000 برميل من يونيو حتى الآن، ولولا ذلك لارتفعت الأسعار كثيرا ووصلت إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل، ونحن الآن مرتاحون لأننا لا نريد أن نخلق الاقتصاد العالمي، وهذه من أهم إنجازاتنا. ما أهم الخطوات؟ الولايات المتحدة تحاول أن، هل يمكن أن نشهد استمرار الارتفاع الطلب لتكمل الدورة 8 سنوات من الارتفاع؟ شكرا جون. دعني أيضا أن أنضم إلى الوزيرين في تهنئة القيادة والفريق المتمكن لدولة الإمارات والجيل الجديد الذي مثلته أو تمثله سارة في افتتاح هذا المؤتمر الذي يأتي في وقته، وأعتقد أنه لا شك من أن هناك إجماع على أن هذا المؤتمر أصبح الفعالية الرئيسية للقطاع، للمستهلكين ومزودي الطاقة والشركات، والجميع يجتمع تحت سقف واحد للتصدي للقضايا التي تؤثر بنا هذا اليوم. وقد لاحظت الأساليب التي تحدث عنها الدكتور سلطان وإعادة تمركز أنفسنا ليس لمواجهة التحديات الحالية التي قد تبدو غامرة، وقد كنت أتحدث مع وزير من تايلاند في غرفة الانتظار وسألني عن كيف تسير الأمور، فقلت أن الأمر شبيه بقيادة سيارة عندما تذهب في سفاري، حيث تحتاج إلى سيارة رباعية الدفع ثم تصبح جريئا جدا وتقرر. فضحك وقلت له أتعرف لماذا؟ لأن بعض العوامل غير خاضعة للسيطرة، نحن نقوم بما نستطيع به كأوبك ومع الدول غير المشاركة في أوبك، لكن هذه العوامل الإضافية التي لا تخضع لسيطرتنا تغير تؤثر في العملية، وليس هناك من شك أن سنة 2019 ستكون مثيرة للتحدي، ونحن نأمل أن نعود إلى ما كنا عليه قبل 2 أو 3. وأنا أفكر بأن القطاع قد نجح في قيادة نفسه في هذه الدورة، ولا بد لي أن أنسب الفضل إلى هذين السيدين بالإضافة إلى الوزير الروسي ومحمد الروبي من عمان الذين كانوا في طليعة الاجتماع معا، وهم أوضحوا تماما أننا بحاجة إلى كل شركاء في أوبك
واعتقد ان محمد والوزير اتصل بي وجاء الى طاوله المفاوضات. واعتقد اننا الى الان نقوم بمراجعه كل شيء، الاسس الرئيسيه. من الواضح أن كل الهيئات ليس فقط أوبك تراجع كل أجنداتها بالأمس، وقد توصلنا إلى خلاصة بأن الطلب يجب أن ينخفض لأن الاقتصاد العالمي نفسه يتباطأ. Just recently in Bali, Indonesia. وفي بالي في أندونيسيا ارتفع الصوت بشأن ذلك. العرض الذي تقدمه الدول غير المشاركة في أوبك وهو لا يخضع لنا. وفي نوفمبر كنت أتوقع نموا بصفر فاصلة 0.9 مليون برميل من دول غير أوبك، واليوم أتحدث عن أكثر من 2 مليون برميل. وأنا لست الوحيد الذي أخطأ في ذلك، وإنما ممكن الجميع وكل الكبار، وأعني ناصر، كلنا نشعر بالذنب، لكن بسبب ديناميكية هذا القطاع علينا أن نعود إلى ما قاله الدكتور سلطان، علينا أن نعيد مركزة أنفسنا ونفكر خارج الصندوق. ما قد نجح قبل سنتين أو ثلاثة ربما لا ينجح في السنة القادمة، لكن أترك الأمر إلى هذين السيدين. سؤال لكما. هل تجعل الإدارة الأمريكية الأمور صعبة على أوبك عندما تجعل تصفر صادرات إيران، وقد أرسلت الدول الكبرى إشارات مختلفة؟ أعتقد أن الجغرافيا السياسية تلعب دورا في المعادلة، ونحن نحاول في أوبك ألا نجعل هذه المنظمة منظمة سياسية. القرارات التي نتخذها لمنفعة القطاع ومنفعة الدول الأعضاء. في الماضي كان لدينا أعضاء في حرب فعلية، وكنا نجلس معنا في الغرفة ونتخذ قرارات لصالح كل البلدان. عندما تحدث هذه الأمور تضيف مزيدا من التعقيد إلى العوامل المجهولة التي تحدث عنها محمد، وهذه العوامل المجهولة التي تؤثر على توقعات قطاع الطاقة كبيرة جدا. ونضيف إلى ذلك المخاطر التي تحدثت عنها ومخاطر حروب التجارة والتغيير بعض الترتيبات الأساسية فيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية ليس بين البلدان وإنما القارات. هذا مخاطر إضافية علينا التعامل معها، وأسعار العملات أيضا. هناك أيضا مخاطر ترتبط بما علينا القيام به، وأعتقد أننا سنحسن القيام بما بين أيدينا وهو توازن العرض والطلب. سنجتمع ونقوم بما يتوجب علينا لتعديل العرض بما يتوافق مع الطلب، ولن نفرط في ذلك. هذا ما نستطيع القيام به. أما ما في بين أيدي رئيس دولة الولايات المتحدة هذا خارج إرادتنا، ونحن نتعامل مع الحقائق. سيد فالح، هل تعتقد أن الرئيس ترامب يجعل الأمور علينا صعبة عندما تحدث عن أننا سنصفر تصدير صادرات إيران ثم يسمح لثمان دول؟ أولا أنني أوافق بما قاله زمعالي سهيل بأن منظمتنا ليست منظمة سياسية، ونحن نركز على الجوانب الأسس التقنية والجوانب التقنية للصناعة، ونحن منظمة تركز على تقديم عرض موثوق من النفط، والنفط أيضا
يدفع السوق والغاز وأشكال الطاقة الأخرى، ولدينا مسؤولية كبيرة، ونحن نترك رؤساء وزاراتنا يتعاملون مع الجانب السياسي والسياسي على العلاقات السياسية الجغرافية. لكن ما علينا التعامل معه أن قطاع النفط لا يقاد بالمشاعر، وذلك المشاعر عامل كبير جدا، ولا شك أنها تفعل فعلها في التقلبات التي أشرت إليها سابقا. لكن ما يعيد هذه المشاعر إلى مكانها هو ما نقوم بالسيطرة عليه. نحن نسيطر على العرض على وجه الخصوص، والعرض هو وعندما ننظر في العرض انه صافي العديد من العوامل. انت تحدثت عن العقوبات الامريكيه على ايران، وهناك ايضا عقوبات على فنزويلا، وهناك ايضا اضطرابات في ليبيا، وهناك ايضا مصادر عرض تنمو اكبر مما تحدثنا عنها، وقد تحدث عنها صديقي باكيندو، وتاتي من الولايات المتحده على العموم. إذن علينا أن نركز على صافي كل هذه العوامل، وهذا الصافي كان أكثر إيجابية مما توقعناه. العقوبات لم تخرج إيران من السوق كما توقع الكثيرون، لكننا شاهدنا أيضا عودة كبرى للاستقرار في ليبيا، ونحمد الله على ذلك. نحن نريد أن ينتج الليبيون أكبر قدر من النفط، وسنتعامل مع عواقب ذلك. وشاهدنا أيضا أن نيجيريا توازن إنتاجها حول 1.8 مليون برميل، وذلك أمر جيد للشعب النيجيري. ونحن في أوبك نريد تحقيق الاستقرار، والولايات المتحدة أيضا ارتفع انتاجها ايضا، وذلك ساهم في زيادة الاحجام، ولذلك شاهدنا زيادة المخزون في الولايات المتحدة، وهو ما علينا تعديله. هناك ايضا عامل كبير، مستقبل اوبك بوجود الفاعلين الثلاثة، المملكة العربية السعودية وروسيا والانتاج المتزايد في الولايات المتحدة. هناك الكثير من الحديث عن أن أوبك ستصبح متقادمة. الرجاء الإجابة بدقيقة. أعتقد أنه كلما زاد عدد المنتجين، ونحن اليوم العرض يزيد عن 100 مليون برميل، فإن هناك الكثير مما يتعرض للخطر، بأن مجموعة من 32 مليون لن تستطيع أن تفعل الكثير في تحقيق الاستقرار. واليوم بأن الولايات المتحدة يبلغ إنتاجها ما يصل إلى 15 مليون برميل، يرتفع وينخفض بناء على ما تقوم عليه سياسة أوبك، فإن أوبك ستصبح أكثر مركزية لعرض النفط الأمريكي، وسنصبح عاملا ممكنا لنمو الموارد الجديدة للطاقة. وقد شاهدنا عندما لم تتصرف أوبك في سنتي 2014 و2050، فإن الطاقة المتجددة تأثرت أيضا بانخفاض تكاليف الطاقة على العموم. لذا نعتقد أن أوبك أساسية لاستقرار أسواق الطاقة، والكثير من النفط يؤثر على الغاز والبشر والوقود الأحفوري. لذا من المهم جدا للطاقة العالمية، ولدينا البنوك المركزية والأسواق المركزية، وهناك حاجة إلى وجود سوق مركزي لأسواق النفط، وذلك أمر أساسي لاستقرار سوق النفط ونموها
يراقب لأن مراقبة السوق بحاجة إلى مصرف مركزي للقيام بذلك. وقد اتخذنا قرارات كان لها تأثير حاد على مصالحنا المالية القصيرة الأجل. قمنا بذلك وقد زدنا العرض في السوق وقد تراكم المخزون وخفض الأسعار إلى 70 دولار للبرميل بدل من أن تكون 110 لأننا لا نريد أن نؤثر على النظام العالمي ونحن نقوم بذلك عن وعي وبحكمة. وأنا أعتقد أن نمو الطلب على ما يزيد عن 100 وسلطان يقول أن الطلب سيكون 110 ملايين وأعتقد أنه سيزيد إلى 120 وعندما ينمو العرض فأن أوبك وأوبك بلس ستصبح أهم. إذن أنتم لا تخططون للتخلص من أوبك. أستطيع أن أؤكد لك أنه في أوساط السياسات لا ننظر على الإطلاق في الإلغاء أوبك. لكن سبب التحدث عن المؤسسات الأبحاث أنهم يريدون التفكير خارج الصندوق وهم يريدون محاكاة أمور كثيرة لا تقوم بها أوبك في الاقتصاد العالمي. وقد استفسرت عن سبب الدراسة وقد قالوا أنهم يريدون أن يحاكوا ماذا ستبدو عليه السوق إذا ما تركنا الأسواق العالمية عرضة للأهواء. والسلطان الأخير سمعنا الدكتور سلطان يتحدث عن خريطة طريق واضحة لأدنوك وأعتقد أنكم معا فيما يتعلق باستراتيجية. ما هو دور التكنولوجيا في الدورة في الثورة الصناعية الرابعة في تعظيم القطاع؟ ما الأولويات الرئيسية التي لدينا في سنة 2018؟ أعتقد أنهم من دون التكنولوجيا فإن المنتجات الهيدروكربون لن تتمكن من التنافس باعتبارها مصدرا لازما. وإذا نظرتم إلى هذا الانخفاض الحالي وكم قمنا به من مجهود لخفض التكاليف إنتاج البرميل وتعظيم قيمة برميل النفط من خلال سلسلة القيمة المختلفة، أعتقد أن ذلك يشير على مرونة صناعة الهيدروكربونات. وأنا متفائل من أننا في المستقبل الدكتور سلطان وفريقي وفريقه والأرامكو السعودية وبقية شركات النفط الوطنية ستعمل مع الشركاء التكنولوجيا لخفض التكاليف الإنتاج وإضافة القيمة. وأعتقد أن ذلك جهدا مستمرا وسنجني فوائد مثل هذه المنافسة. وأنت تؤكد على التعاون بين دولة الإمارات والمملكة العربية المتحدة، هل تجد أنه سيكون هناك تعاون بين أدنوك وأرامكو؟ أعتقد أن من نافلة القول أننا شركاء ولدينا صديقنا سعادة من الهند وزير نفط وزير الطاقة ويستطيع أن يؤكد لك أنهم يعملون معا. وأدنوك وأرامكو السعودية لا تعمل في مشروع. وأعتقد أن الدكتور سلطان ومعالي وزير الهندي يعملان أيضا معا على تطوير التقنيات ويعملون مع شركاء في التقنية لتطوير بعض التقنيات التي تخفض التي تخفض التكاليف مما يعود بالفائدة على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وما تبقى من الصناعة. سعادة الوزير ومحمد الفالح وباركندو أشكركم على مشاركتكم. وهذا ينهي جلستنا الأولى. أشكر لكم دكتور سلطان الجابر على الدعوة والشيخ حامد، يسعدني أن أراك هنا في هذه الفعالية وسنواصل عملنا في المعرض. شكرا لكم.
مشاهدينا الكرام، كان هذا حفل الافتتاح الرسمي لأدبك 2018 والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حيث شهد حفل الافتتاح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين عن النفط والغاز من 18 دولة وأكثر من 80 مسؤول من أكبر الشركات العالمية على مستوى العالم في النفط والغاز. لو نعرج بشكل سريع على كلمة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي الوطنية أدنوك ومجموعة شركاتها، حيث أكد الجابر عن أهمية أدبك 2018 وأبرز التحديات التي تواجه النفط والغاز عالميا. تحدث أيضا معالي سلطان الجابر عن أن هناك عصر جديد للفرص في هذا المجال، وأيضا أكد بأن هناك ارتفاع للنفط عالميا في حلول العام 2040 بمقدر أو بمقدار 10 ملايين برميل يوميا. أكد الجابر بأنه سوف ينمو الطلب على الغاز الطبيعي بمقدار 40%، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى للاكتفاء ذاتيا من الغاز، وتسعى أيضا خلال المرحلة القادمة إلى تصدير النفط الإماراتي إلى مختلف دول العالم. أكد أيضا معالي سلطان الجابر بأن هناك العديد من المشاريع والتطورات المستمرة في دولة الإمارات وفي أدنوك، هناك مشاريع كثيرة تسعى لتطوير أدنوك والرقي بشركاتها وأيضا تطوير النفط والغاز، حيث سوف يصل إلى 2030 سوف تصل إنتاج دولة الإمارات بإذن الله بحلول العام 2030 إلى 5 ملايين برميل يوميا. الإمارات تسعى أيضا بأنها تسعى وتؤمن بالتطور التكنولوجي في مختلف المجالات بالنسبة للغاز الطبيعي. كانت هناك أيضا هناك جلسة حوارية لعدد من أصحاب المعالي الوزراء المختصين بالنفط والغاز، معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة، وأيضا معالي خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، وأيضا الأمين العام لمنظمة أوبك. أكدوا جميعا بأن أوبك لا تسعى لتسييس سوق النفط عالميا. أكدوا أيضا بأن التحديات كثيرة جدا، يتمنون بأن تعود ليبيا إلى سوق النفط، يركزون بأن الإرهاب لن يؤثر على النفط عالميا، والدول التي تصدر الإرهاب لن تؤثر على هذه المنظمة. وأوبك تسعى أيضا من جانب آخر إلى عدم تسييس هذه المنظمة العالمية التي تسعى إلى النفط والغاز عالميا. أكد معالي سهيل المزروعي في كلمة مقتضبة بأن دولة الإمارات تسعى أيضا إلى تطوير النفط والغاز عالميا، وتؤمن بالتعاون مع مختلف المنظمات، وتسعى إلى تطوير النفط والغاز بما يحقق مصالح كل من ينتمي إلى منظمة أوبك عالميا. إذن كان هذا حفل الافتتاح الذي حضره سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديواني ولي عهد أبوظبي، حضره أكثر من 80 رئيس تنفيذي لمختلف في شركات أبرز وأكبر الشركات النفطية التي تعنى بالنفط والغاز على مستوى العالم. في هذه اللحظات ترحب معي هنا في استوديو التغطية بالأستاذ عاطف عريقات المدير التنفيذي لشركة الغيث للطاقة. صباح الخير أستاذ عاطف. صباح النور علينا، حياك الله. محفل كبير جدا، الكل يترقب في مختلف دول العالم. أنا راح أسألك عن حفل الافتتاح، أكثر شيء لفت انتباهك سواء في كلمة معالي الدكتور سلطان الجابر أو الجلسة الحوارية لوزراء النفط والغاز. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أهنئ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وأدنوك إدارة أدنوك بهذا التنظيم الذي لا شبيه له ولا مثيل له. كل عام نحن نفتخر بأن نكون مشاركين وأن احنا نشارك ونأخذ دور في هذا المعرض. بالنسبة لحفل الافتتاح، الواقع أنه أخبار مفرحة إن شاء الله لنمو الطلب على الغاز وعلى الأويل للمستقبل 2030، وأن الإمارات المتحدة العربية المتحدة ماخذة الريادة في إنتاج الغاز والنفط. والكلام اللي سمعناه كلام مشجع للاستثمارات للمستقبل، ونتمنى لهم التوفيق
إن شاء الله والنجاح، ونحن جاهزون إن شاء الله للعمل على إنجاح المشاريع والمخططات لأدنو. كان المذيع من CNN كبير مراسلي الجانب الاقتصادي يسأل أصحاب المعالي الوزراء عن 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 بعض التكتلات العالمية، ما يحصل في ليبيا، النفط فيما يختص بإيران. برأيك ما هي أبرز التحديات في المرحلة القادمة، وما المطلوب من أوبك أيضا لمواصلة إنتاجه وعدم التأثر أو التأثير بالتطورات السياسية المختلفة؟ يعني المشكلة أو التحدي الكبير لأوبك هي البالانس، توازن بين المصدر والمستهلك، المنتج والمستهلك، لأنه بدك يحاولوا يوجدوا توازن لا يستغلوا بالأسعار ولا يخفضوا الإنتاج. فبالتالي فهنا المعادلة بتكون صعبة شوية، لازم يكون يعملوا كنترول على الإنتاج حتى تكون الأسعار مجدية للطرفين، win-win situation للمستهلك وللمنتج. فهاي التحديات. مثلا الآن في non OPEC countries اللي حاولت بالماضي البعيد تغرق السوق، الآن حاولوا استقطابها، والآن في تفاهم وعمل مع شركات غير أوبك حتى يتفاهموا على معادلة لتكون للجميع. يعني زي ما تفضل الدكتور فالح إنه إحنا نزلنا من 120 ل 70 دولار، وهذا كان الوضع الطبيعي أو السعر الطبيعي. أستاذنك أستاذ عاطف، نذهب إلى زاوية من زوايا أدبك 2018. الزميل حامد رعاب متواجد بين جنبات هذا المعرض. حامد، إليك الكلمة. نعم، شكرا زميلي حامد وضيوفك في الاستديو، ومتواجدون معكم هنا في الدورة 21 لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أدبك 2018. ما يميز هذه الدورة الحضور الكبير لكبار وزراء الطاقة حول العالم، وهنا يتواجد أكثر من ثلث منتجي النفط في أوبك في العاصمة أبوظبي. إنتاج أوبك ما يقارب 99 مليون ونصف مليون برميل يوميا، أكثر من 35 إلى 36 مليون برميل تنتجها دول وشركات متواجدة اليوم هنا في العاصمة أبوظبي. أيضا ما يميز هذه الدورة حضور أكثر من 80 إلى 90 من الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية المتواجدة في العالم هنا في العاصمة أبوظبي، وهو ما يحقق الريادة للعاصمة في أبوظبي، ويبين المركز الهام لقطاع الطاقة النفط والغاز حول العالم هنا في العاصمة أبوظبي، وأنها أصبحت مركز للمعارض للمؤتمرات لأيضا هذا القطاع المهم. ورأينا في كلمة الدكتور سلطان الجابر وأيضا وزراء الطاقة وأيضا محمد باركندو الأمين العام لأوبك، والذي تحدث عن التحديات التي ستواجه هذا القطاع، وأيضا يتحدث عن الاستثمارات والنمو خلال 2040 بحوالي 10 ملايين برميل. على كل، نحن الآن متواجدون في جناح شركة أدنوك الوطنية، الشركة الإماراتية. هذه الشركة من كبريات الشركات في العالم، وتنتج ما يقارب 3 ملايين برميل حاليا، والعام المقبل ستنتج ما يقارب خلال 4 ملايين في 2020، وبعدها سيتم النمو إلى 5 ملايين برميل إن شاء الله. اليوم أيضا هنا جناح متواجد لشركة أرامكو، هذه الشركة السعودية العملاقة التي تنتج يوميا أكثر من 10 ملايين برميل ونصف المليون برميل في اليوم، وتصدرها للعالم. كذلك هنا جناح شركة أوكسيدنتال الأمريكية للبترول، أحدى الشركات الأمريكية الكبرى في العالم
في هذا المجال. كذلك هناك تواجد لشركة شل الهولندية أيضا، وشركة أيضا إني الإيطالية، وكذلك إكسون موبيل أحد أكبر الشركات التي تصدر وتنتج النفط في العالم، وهي شركة أمريكية. أيضا شركة بي بي هنا البريطانية المتواجدة، وتعتبر ثاني أكبر شركة في العالم. إذن كبريات الشركات العالمية والمصدرة للنفط يعني أبت إلا أن تشارك وتضع لها هنا جناح ضمن المشاركات الواسعة للشركات، لأهمية هذا المعرض وما ينتج عنه من صفقات، من الفرص، التحديات. وأيضا هناك في خلال هذه الدورة استكشاف النفط بالوسائل الجديدة، وأيضا دخول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في هذا المجال، وهناك ورش عمل حول هذا الموضوع. وكما نلاحظ آلاف المشاركين وآلاف الزوار، كبار رؤساء الشركات، ممثلين الشركات وغيرها الكثير في العاصمة أبوظبي. شكرا لزميلي حامد رعاب على هذه الصورة السريعة عن أدبك 2018. إذن اليوم نتحدث مشاهدين الكرام عن مؤتمر يجمع العديد من صناع القرار من مختلف دول العالم فيما يختص بالنفط والغاز، يجتمعون جميعا هنا في العاصمة أبوظبي. أعود إلى ضيفي الأستاذ عاطف عريقات، المدير التنفيذي لشركة الغيث للطاقة. أستاذ عاطف، يعني المؤتمرات الجانبية بين جنبات هذا المؤتمر، أهمية هذا الحوار بين صناع القرار فيما يختص بعصب الطاقة والغاز على مستوى العالم، هذه من أهم الأشياء اللي بنستفيد منها في المعرض، تبادل الخبرات والمعلومات والآراء في عدة، يعني كل بلد عندها مشاكلها الخاصة في الإنتاج وهذا، فلما بيشتركوا بيجتمعوا بتناقشوا، فممكن يستفيدوا الجميع، يستفيد حتى من التكنولوجيا، ترانسفير انفورميشن والتكنولوجيا. فبالتالي هاي يعني الفرصة ذهبية للمنتجين وللموردين والمقاولين انهم يستفيدوا من الاجتماعات والتواصل مع بعضهم. تعقد ضمن مؤتمر أدبك الاستراتيجي 2018 ثلاث جلسات وزارية، 10 جلسات عالمية لقادة الشركات، 11 جلسة حوارية للمديرين التنفيذيين، فضلا عن جلستي احتياط صباحيتين على مستوى الرؤساء التنفيذيين تهتمان بالشأن المالي. أستاذ عاطف، أبرز عنوان لفت انتباهك الآن هو التوجه، العنوان اللي الناس، التكنولوجيا، يعني إدخال التكنولوجيا اللي هي حتحل معظم المشاكل، حتحسن الإنتاج، حتنقص التكاليف وفي الإفشنسي، يعني بيكون الإنتاج والكوست أقل، فبالتالي بتكون التنافسية أكبر والفرص في أنك تسوق أحسن. فالآن كل التوجه إلى التكنولوجيا، والآن كمان التوجه إلى اكتشاف الغاز واستنتاج الغاز، لأنه صار الغاز مطلب يعني ملح. هذه كلمة كانت من ضمن كلمة معالي الدكتور سلطان الجابر عندما تحدث بأن أبوظبي تسعى إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز وسوف تصدر الغاز. كيف يمكن أن نقرأ هذا التصريح من معالي سلطان الجابر، وما هي رؤية أبوظبي والإمارات بشكل عام؟ يعني قطعا الدكتور سلطان الجابر ما بيحكي الكلام هذا عن إلا بيكون عنده دراسات، عامل دراسات وعارف أنه هاي البلد الحمد لله فيها مكامن غاز ومكامن بترول موجودة، والاستكشافات الحديثة والسايزميك سيرفيز اللي عملوها شركة أدنوك بشرت في نتائج كبيرة إن شاء الله. فبالتالي فعلا احنا قادرين في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون عندنا اكتفاء ذاتي في إنتاج الغاز، وإن شاء الله أنه كمان نصدر مش بس اكتفاء ذاتي. فأنا يعني متفائل خيراً
بأنه موجود، والبترول الحمد لله كمان موجود. والآن إحنا الآن في صدد اكتشاف حقول جديدة من النفط. الكل يتذكر تلك اللقطات التي كان الاجتماع قبل فترة بسيطة جدا، اجتماع والذي ترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لشركة أدنوك. كان الاجتماع وتم الإعلان عن أتوقع الاجتماع المجلس الأعلى للبترول في أبو ظبي، الإعلان عن خطة أبو ظبي العملاقة 2030، استثمارات تتجاوز 132 مليار لتطوير ما يختص بمجالات مختلفة، تسعى لتطوير الإنتاج فيما يختص بالغاز والنفط لإمارة أبو ظبي. أهمية الخطة العملاقة لإمارة أبو ظبي حتى العام 2030. يعني أول شيء الله يطول عمر الشيخ محمد بن زايد، أنا بعتبر أنه أعاد الحياة والمعنويات للشركات العاملة في البلد وللمواطنين والوافدين على هذا البلد، أنه الآن في خطة ل 12 سنة أو 5 سنوات 480 مليار لصناعة الغاز والنفط، فهي بشرت بالخير ورفعت الأمال عند الناس، وإحنا الآن بدأنا بالتجهيز حتى نكون من أول المساهمين في هاي المشاريع. فالحمد لله، يعني ربنا يديم الأمن والأمان. آمين. ونشكر على هاي البلد. آمين. ونشكر القيادة الرشيدة على دعمها، ونأمل من الله أن نستمر هذا الدعم بإذن الله تعالى، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق. الله يسلمك. ونحن تشرفنا فيك استاذ عاطف بعريقات، المدير التنفيذي لشركة الغيث للطاقة، بالتوفيق أيضا لشركتكم وللتميز دائما. جزاك الله خير. وأنت من رواد أتوقع شركة أدنوك في الإمارات، ومن الرواد الأوائل في أدنوك. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. الله يسلمك. إذن تغطيتنا مستمرة، دعونا نذهب إلى الزاوية من زوايا أدبك 2018. مكتوم محمد، والكلمة لك مكتوم. نعم زميلي حامد، في الحقيقة نحن نتواجد هنا في أحد جنبات معرض أبو ظبي الدولي للبترول 2018 أدبك، والذي يشهد حضور لافت وقوي من مختلف أنحاء العالم، من مختلف الشركات المحلية والعالمية، كون هذا المعرض يعد الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تلاحظون هنا خلفي في الصورة العديد من الحضور، وزخم كبير في هذا المعرض هذا العام، خصوصا بعد التوسعات الكبيرة في قطاعي النفط والغاز والفرص المتاحة للتوسع في هذا القطاع في ظل التكنولوجيا المتقدمة، والتي تحضر هنا بقوة في هذا المعرض لتساهم في رفد هذا القطاع الحيوي والهام في الاقتصاد العالمي. كما تلاحظون هنا في الصورة العديد من المشاركات المحلية والدولية تتواجد في أدبك 2018. ولفت انتباهي أيضا حضور مختلف الشركات العالمية، وكذلك كنت خلال المعرض الماضي التقيت بأحد المشاركين في الجناح الإيطالي، هو متواجد هذه السنة، وأكد لي بأنه منذ اليوم الأول لهذا المعرض في قبل 30 عاما هو مشارك ويحرص على المشاركة في هذا المعرض الدولي، كونه يشكل لها العديد من الفرص لعقد الاتفاقيات، الاطلاع على أحدث التكنولوجيات في قطاعي النفط والغاز. إذن أدبك 2018 قصة نجاح منذ اليوم الأول، وحتى قبل الافتتاح الرسمي شاهدنا الحضور الكثيف والذين يتسابقون على حضور فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول أدبك 2018. إليك الكلمة حامد. شكرا لك زميلي مكتوم محمد. إذن حضور كبير جدا من مختلف دول العالم بين جنبات أدبك 2018، الكل يترقب أدبك 2018 لما تمثل أبو ظبي من ثقة لسوق الغاز، ثقة أيضا للتطور المستمر، ثقة أيضا العالم لقيادة دولة الإمارات، لأن الإمارات تسعى دوما من خلال مؤتمراتها ومن خلال أيضا ملتقياتها المختلفة إلى المصلحة العامة. هذا هو نهج الإمارات دوما منذ عهد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وفي هذا العهد الزاهر
لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه حكام الإمارات، وأيضا النظرة البعيدة المدى الاستراتيجية الدقيقة والشاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يسعى سموه دوما إلى النهوض بقطاع النفط والغاز، شركة أبو ظبي الوطنية أدنوك من خلال مشاريعها المستقبلية، خططها الاستراتيجية، مشاريعها التي تسعى إلى تطوير قطاع النفط والغاز. اليوم الإمارات تسعى للاكتفاء الذاتي من الغاز لتصدير الغاز، 2030 سوف تنتج بحول الله تعالى الإمارات أبو ظبي تحديدا ما يقرب من 5 ملايين برميل يوميا. هذه هي الخطة الاستراتيجية التي تسعى للنهوض بقطاع النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة. تغطيتنا مستمرة، تغطية أبو ظبي للإعلام مركز أخبار قنوات أبو ظبي لأدبك 2018 مستمرة. في هذه اللحظات دعوني أرحب بالسيد يحيى محمد الأنصاري مدير الاستكشاف في بابكو شركة البحرين للبترول. صباح الخير أو مساء الخير أستاذ يحيى. مساء الخير أخوي، يا هلا وسهلا. 12 وكم دقيقة صباح مساء الخير الآن. الله يعطيك العافية. الله يسلم. الله يطول عمرك. نورتنا في الإمارات. نوركم والله، وأنت شرف نكون موجودين في هذا المعرض والمؤتمر صراحة. الشرف لنا طال عمرك. ما أدري انطباعك عن أدبك 2018 بداية. طبعا الحدث هذه او الايفنت او المناسبه اللي هي مؤتمر أدبك بالنسبه حق قطاع النفط في مملكه البحرين، هذه اهميه عظمى بالنسبه لنا، واحنا نعتبر روحنا يعني اهل بيت، لان احنا من اول اصدار حق أدبك وقطاع النفط من البحرين متواجد هنا في المؤتمر. دائما يكون عندنا بوث موجود حق شركه نفط البحرين بابكو وكل الشركات الموجوده تحت هيئه النفط والغاز متواجده السنة نفس الطريقة. وكان الافتتاح جدا السنة مميز وكان مختلف عن كل سنة بالمواضيع اللي طرحت فيه. حاليا احنا موجودين طبعا من مملكة البحرين تحت هيئة النفط والغاز. طبيعة مشاركتكم سم؟ طبيعة المشاركة طبعا عندنا مشاركة، في ناس مقدمين أوراق عمل إضافة إلى بعض المساهمات عن طريق البوث اللي موجود في المعرض. شركتين البترول موجودين هنا، شركة بابكو طبعا إضافة إلى شركة تطوير للبترول. أعداد كبيرة من قطاع النفط في البحرين حاضرة اليوم وبتكون متواصلة هنا خلال المؤتمر عن طريق حضور بعض المحاضرات وأوراق العمل، وأيضا تقديم بعض أوراق العمل من البحرين. أستاذ يحيى، أهمية أدبك 2018 في هالتوقيت اللي تمر فيه أسواق العالم بمختلف التقلبات الاقتصادية والسياسية، شو يمثل برأيك في هذا التوقيت هذا المؤتمر؟ طبعا أهميته تكمن في التواصل، أن يكون في جمع كبير من قطاعات النفط في المنطقة كلها في مكان واحد، وإتاحت الفرصة للتواصل والتنسيق. التنسيق طبعا في هذه الفترة وايد مهم، بالذات التنسيق في نوعية المشاريع وتبادل الخبرات، إضافة أيضا إلى الوقوف على آخر المستجدات في أي مثلا أشياء تخص قطاع النفط، إما في الأبستريم في الاكتشافات مثلا او حتى في الداون ستريم صوب الريفاينري او الماركتنج. نعم. هنا سؤال يطرح نفسه بشكل قد اكون شفاف اكثر. هل تستفيد شركات النفط الوطنيه في دول الخليج، هل تستفيد من هذه الملتقيات بشكل صحيح ام كل شركه تسعى لتحقيق مصالحها الشخصيه؟ كيف نظرتكم لمثل هكذا؟ لا بالعكس، انا اعتقد الحدث هذه وجود الشركات الوطنيه كلها في مكان واحد اكبر فرصه للتنسيق والتعاون، وفي امثله كثيره خلال السنوات الماضيه على تنسيق صار ما بين شركات وطنيه، وحتى ايضا بعض العقود ما بين شركات وطنيه وشركات خدمات نفطيه تمت في هذا المؤتمر والمعرض. بسألك ايضا من زاويه اخرى، ابرز التحديات اللي تواجه شركاتنا الوطنيه النفطيه في هذه الفترة؟ يمكن أكثر أو المتداول أكثر في أكثر من ورقة عمل طرحت في هذا المؤتمر تتكلم عن اللي هو النفط الصخري، وهذه بالنسبة لنا احنا خصوصا في البحرين
موضوع جدا مهم بسبب الاكتشاف الأخير اللي صار في بداية 2018 اللي هو حقل النفط الصخري. هذه التقنية هذه جديدة على المنطقة هنا، فوجود شركات خدمات نفطية تعمل وذات خبرة وباع طويل في هذا المجال، وجودها الآن في المؤتمر هنا وفي المعرض في أدبك، هذه تيح فرصة إلى نقل الخبرات ونقل التكنولوجيا بيسكلي. حفل الافتتاح أيضا تضمن على كلمة لمعالي الدكتور سلطان الجابر، وكانت هناك جلسة حوارية بين مجموعة من وزراء الطاقة، معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة في الإمارات، أيضا العديد أيضا من أصحاب المعالي الوزراء، معالي عبد العزيز الفالح وزير الصناعة والنفط والموارد أو الثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، أمين عام أوبك. أكثر شيء لفت انتباهك في هذه الجلسة الحوارية؟ تقريبا الهموم مشتركة مثل ما يقولون، المواضيع اللي طرحت كلها مواضيع تهم الجميع، كثير منها لها علاقة بأسعار النفط طبعا، وهذه يعتبر عامل أساسي في تنفيذ أي برامج لها علاقة بقطاع النفط، خصوصا في الأبستريم، خصوصا في مجال الاستكشاف. احنا يعني لاحظنا تراجع كبير صار في الشركات العالمية للنفط في الاستثمار في الاستكشاف بسبب هبوط الأسعار. الآن الوضع قاعد يتغير، كان في حديث مستمر على هذه العامل المهم اللي هو أسعار النفط وكيفية التغلب على أو الاستفادة من هذا الوضع. نقل الخبرة كان وايد مهم، نقل التكنولوجيا وايد مهم، بالذات في قطاع الأبستريم أو في الاستكشاف. طبعا معالي وزير النفط من البحرين متواجد هني، وكان موجود في الافتتاحية معالي الشيخ محمد بن خليفة، وطبعا كان له دور أيضا في طرح المستجدات الموجودة من ناحية قطاع الاستكشاف عندنا في البحرين، بالذات المستجدات اللي حدثت خلال آخر سنتين. ما المطلوب برأيك من الشركات الوطنية الخليجية خلال المرحلة القادمة في ظل التطورات السياسية، في ظل التقلبات السعرية للنفط والغاز، في ظل أيضا يعني انتشار نفوذ العالمي وسيطرة الشركات العالمية على مصالحها المختلفة في دول العالم؟ أنا أعتقد يعني ينقصنا أو نحتاج نبذل جهد أكثر في التنسيق ما بين الشركات الوطنية والتعاون. التنسيق والتعاون ما بين الشركات الوطنية للأسف لم يصل بعد إلى المستوى اللي يعني يساعد الشركات كلها هذه في تجنب الجهود الدبليكيت، يعني ان نفس الشركات تسوي نفس الشيء وتصرف نفس الكميه من الاموال والجهد والهذي، مع انهم التعاون ممكن يختصرون كميه الاستثمارات هذه وتوجيهها في المكان الصح. انا راح استاذنك استاذ يحيى، تغطيتنا مستمره، زميلنا حامد رعاب وزاويه من زوايا ادبك 2018. حامد، اين تتواجد؟ نعم، متواجدين حامد في جنبات والأجنحة المشاركة لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أدبك 2018. حضور كبير، آلاف من الزوار من المشاركين، الكل من هنا وهنا لتبادل الآراء الخبرات. هناك بعض الاجتماعات الجانبية من كبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين للشركات المتواجدة هنا، والعديد منهم لربما فرص شراكات، مشاريع جديدة وغيرها من هذا المعرض الهام على مستوى العالم، والتي هنا تتواجد فيه كبرى الشركات العربية والأجنبية العالمية كذلك. نحن الآن متواجدون في شركة إكسن موبيل، جناح إكسن موبيل، أكبر شركة نفط للقطاع الخاص على مستوى العالم، والتي تأخذ من تكساس الأمريكية مقر لها. وفي هذه اللحظات ينضم معي السيد كريستيان لينوب، الرئيس وممثل الشركة في دول الخليج العربية. Welcome to our program in Abu Dhabi TV about ADIPEC 2018. As we know, إكسون موبيل برنامجنا في التلفزيون أبو ظبي، إكسون موبيل هي أكبر شركة في ما هي أهمية مشاركتكم في أديبك 2018 لمعرض أديبك؟ تاريخ طويل منذ 30 سنة، ونحن لا يمكننا الحديث عن هذا الصناعة من دون أن نأتي إلى أديبك، وهو من أهم المعارض في العالم، وقد شاهدناه ينمو
ينمو إلى شيء مثير للإعجاب ومتقدم جدا في هذا القطاع. قلت لي قبل المقابلة أن لديكم العديد من الأعمال في دولة الإمارات وفي صناعة النفط والغاز، ولديكم شراكة مع أدنوك. بأي قطاع؟ هذا صحيح، نحن شركاء مع أدنوك في أحد أكبر الحقول البحرية في العالم، ونحن نعمل عن كثب مع أدنوك في التكنولوجيا لإضافة القيمة في الإنتاج والقيام بما نستطيع لرفع مستوى أدائهم بالتعاون مع شركائنا. السؤال الأخير، هل تعتقد أن هذا المؤتمر أديبيك 2018 في كل عام سيكون فرصة لكل الشركات لتقوم بأعمالها في الغاز والنفط؟ نعم بالتأكيد، ونحن ستشهد أهم التقنيات في هذا القطاع والذكاء الاصطناعي، وهو مهم جدا هذه السنة، ولذلك نرى أن الإمارات العربية المتحدة وأدنوك في طليعة ما يمكن القيام به في هذا القطاع. شكرا لك على وقتك وعلى هذه المقابلة السيد كريستيان لينوبل، شركة إكسون موبيل العالمية في الخليج ودولة الإمارات، والذي تحدث عن أهمية المشاركة في هذا المعرض وضرورة المشاركة للشركات العالمية كونها منصة رائدة في هذا القطاع. تحدث عن أيضا الشراكات الاستراتيجية بين الشركة إكسون موبيل وبين شركة أدنوك الوطنية، وهو ما يؤكد قوة ومتانة الشركات الإماراتية وخاصة أدنوك التي أضحت بمثابة الشركات العالمية. وتحدث أن هذا المعرض يعد من أهم المعارض، وكما تحدث أنها منصة للشركات لعلاقات جديدة وأيضا مشاريع جديدة وعمل شراكات، وربما تنتج عنها صفقات في للعديد من الشركات المشاركة. وعودة إليك حامد. شكرا لك زميلي حامد رعاب ولضيفك الكريم، وأيضا أعود إلى ضيفي الأستاذ يحيى محمد الأنصاري مدير الاستكشاف في بابكو البحرينية. لضيق الوقت أستاذ يحيى، كلمة أخيرة ونظرة سريعة على أبرز المشاريع الاستثمارية والنفطية والتي تختص بالنفط والغاز في مملكة البحرين الشقيقة. طبعا أهم مشروع احنا قاعدين نشتغل عليه الحين من بداية 2018 هو العمل على الاكتشاف الأخير اللي حدث في اللي هو النفط الصخري اللي هو خليج البحرين، حقل خليج البحرين. في تواصل كثير مع الشركات العالمية وشركات الاستثمار للعمل على تطوير هذا الحقل، وإن شاء الله الهدف أن احنا نحطه على الإنتاج في أقرب فرصة ممكن إن شاء الله. الله يوفقكم يا رب، وإن شاء الله بالتميز والرخاء بإذن الله. الله كل الشكر والتقدير الأستاذ يحيى محمد الأنصاري مدير الاستكشاف في بابكو شركة البحرين للبترول، شكرا لانضمامك. حياك الله. حياك الله. الله يسلم. الله يسلم. إلى زاوية أخرى، والزميل مكتوم محمد مكتوم إليك الكلمة. نعم حامد، في الحقيقة أتواجد هنا في أحد زوايا المعرض، ومعي في هذه الأثناء سعادة السفير الفرنسي لدى الدولة لودوفيك بوي. Your Excellency, you are participating every year here in Adibik. So we want to know about your participation. نريد أن نعرف أكثر عن مشاركتكم هذه السنة في أديبيك، لا سيما أن أكثر من 53 شركة تشارك هذه السنة. شكرا لك، صباح الخير، نحن فخورون جدا بمشاركتنا اليوم. هذا أهم معرض للنفط والغاز في العالم، ولذلك من المهم للشركات الفرنسية أن تحضر هذه الفعالية. وبطبيعة الحال فإن التعاون بين فرنسا ودولة الإمارات تاريخي، وهو جزء من الشراكة الاستراتيجية، وقد سعدت بالأمس من أن أشهد اتفاقا تاريخيا واستراتيجيا بين توتال وأدنوك. وتوتال الآن من أهم المستثمرين في دولة الإمارات، وشركاتنا 53 هنا في أديبيك تمثل كل قطاعات النفط والغاز ولا سيما الابتكار. لدينا ثلاث قطاعات حاضرة هنا، ولدينا شركات مشاركة وقطاع استراتيجي في كل المنطقة. شكرا لك صاحب سعادة لهذه الكلمة، وأتمنى لك الأفضل. حامد كان هذا السفير الفرنسي والذي تحدث عن مشاركة فرنسا
فرنسا في هذا المحفل الذي يعد من أكبر المحافل العالمية، خصوصا بعد التقدم الكبير في هذا القطاع وخصوصا من الناحية التكنولوجية. إذا شركات فرنسية عديدة تشارك في هذا المعرض هذا العام، والكلمة تعود إليك. شكرا لك زميلي مكتوم محمد ولضيفك السفير الفرنسي. إذا نتحدث اليوم مشاهدينا الكرام عن مؤتمر كبير جدا يترقبه العالم، سوف يستمر في العاصمة أبوظبي لمدة 4 أيام. بشكل سريع يستضيف المؤتمر برنامج استراتيجي وتقني نحو 980 متحدثا و161 جلسة مفصلة. سوف يجمع معرض أدبك تحت سقفه 2200 شركة عارضة، من بينها 42 شركة نفط وطنية وعالمية، علاوة على 28 جناحا وطنيا في المعرض المصاحب لأدبك 2018. نتحدث بأن العالم يجتمع هنا في أبوظبي، يجتمع هنا ليتعرف على الخبرات العالمية، للرؤية المستقبلية، للفكر النير الذي تتمحور من خلاله السياسة الحكيمة الإماراتية دوما، سياسيا، اقتصاديا، إنسانيا، استراتيجيا. فكر الإمارات المتسامح، فكر الإمارات النير، فكر الإمارات الذي ينبثق من خلال رؤية القائد والمؤسس طيب الله ثراه. أرحب في هذه اللحظات بضيف هنا في هذه التغطية، الأستاذ علي عبد الملك الرئيس التنفيذي لشركة إمداد الإماراتية. أستاذ علي مساء الخير. مساء النور، هلا تشرفنا. الله يسلم. الله يخليك. طبيعة مشاركتكم إمداد الإماراتية بين جنبات أدبك 2018؟ طبعا إمداد من وقت تأسيس معرض أدبك، يعني من فوق 3 عقود مشاركة في من دون أي توقف بكل سنة في المعارض. بس أكيد سنة عن سنة إحنا شفنا معرض أديبك تحول من معرض محلي لمعرض في المنطقة الخليج، لصار معرض عالمي من أكبر معرض بالعالم. مشاركتنا فيه لازم تكون على قد المسؤولية. أكيد كل سنة بنحاول نجيب تقنيات جديدة ونعرض خدمات جديدة اللي بنسويها، وحتى بنستخدمه لبلاتفورم حتى إذا بدنا نعرض براند جديدة عنا، مثل تحسين البراند اللي سويناه، الفيس ليفت اللي سويناه لبراند إمداد، وشركاء المستثمرين في شركة إمداد يحضرون معنا للاطلاع على تطور الشركة، وعملائنا من عند شركة أدنوك ومن مناطق الخليج، من السعودية، من الكويت، من البحرين، الكل يزورنا ويتواصل معنا مشان تطوير أعماله وأعمالنا مع بعض. أستاذ علي، كيف نظرتهم أيضا لتطور أدنوك الإماراتية وغيرها من الشركات المختصة بالنفط والغاز؟ كيف ينظرون يعني، أو كيف تنظر هذه الشركات العالمية، الخبراء، المسؤولين، لأيضا الحراك إذا صح التعبير، حراك الطاقة والنفط والغاز والتطور المستمر هنا في دولة الإمارات؟ طبعا قطاع النفط في المنطقة في الخاص هو العمود الفقري للمنطقة، مع كل سياسة التحول وسياسة التنوع بالاستثمارات في المنطقة، لكن قطاع النفط هو العمود الفقري. لما تجي الشركات العالمية تدخل بمعارض زي معرض أديبك أو تتشارك بأعمال مع شركة أدنوك، جاي هي على أساس مصدر رزق لملايين الأشخاص اللي عايشين في البلد هون. أي تحرك من شركة أدنوك يأثر على السوق، وأي إعلان من شركة أدنوك بحجم الإعلانات اللي عم تطلع الحين خلال السنتين الماضيين بالاستثمارات الضخمة المنتظرة تأثر إيجابيا على السوق، تشجع المستثمر يستثمر، تشجع المستثمر يوظف، تشجع قطاع التكنولوجيا يطور. كل هالأمور هذه أدنوك رائدة الحمد لله بهالمجال هذا، ومن أكيد بتعاوننا مع الشركات الخليجية الثانية. لو نتعرف بشكل سريع على إمداد الإماراتية، أبرز أنشطتها، أبرز المجالات اللي تعمل فيها. إمداد نموذج عن الشركة المحلية اللي بلشت من تقريبا 4 عقود بمجال التمثيل الشركات والتعاون مع الشركات الأجنبية، لكن بالتوجه اللي عطونا إياه المستثمرين في الشركة، هي مملوكة من 11 مواطن إماراتي، التوجه كان تحول لقطاع
الخدمات وطورنا خدماتنا في مجال الحفر وفي مجال الصيانة. هلا احنا على كل منصة حفر في أدنوك وذر بالبحر او بالبر عندنا سيرفيسز عم نقدمها, خدمات بنقدمها, وفي كل نطاق تكرير او صناعات تحويلية بتروكيماويات احنا موجودين, او تحويل غاز احنا موجودين كمان في قطاع الصيانة والتشغيل. نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والسداد والتميز دوما. أستاذ علي عبد الملك الرئيس التنفيذي لشركة إمداد الإماراتي, شكرا لحضورك معنا في هذه الحلقة. مبارك لكم ومبارك للإمارات بمعرض أديبك وبأكيد سنة الشيخ زايد. الله يسلمك, شكرا جزيلا لك. الله يسلمك, شكرا. إلى هنا وصلنا بكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه التغطية التي بدأت في 10:30 من صباح هذا اليوم, أدبك 2018 والذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله, وشهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي شهد حفل الافتتاح رسميا. شكرا جزيلا لكم وفي أمان الله.